في عندك الجهاز الاي 7 الجهاز بنوكل هو الاي سيريس هو بتضمن فئه البزنس. هلا صار في هلا هن شغلوا لك مش فقط البزنس كمان في عندك البزنس والانترتسليم عندك هلا زي ما شايف هلا هو تاتش كامل شاشه 4 انش وعندك كمان سايد سلايد كيبورد كامل اوكي. هلا عندك الشاشه فيه ميز الكلير بلاك كلير اللي هو تحديد الاسود هذا بصير بخليك انك تشوف الكلير بلاك كلير بلاك اللي هو عندك زي ما شايف التحديد الاسود هذا بخليك انت تشوف الشاشه بوضوح اعلى ولو مثلا حطيت فيديو او شغله بخليك تشوف بدقه اعلى. عندك الشاشه هي نوعيتها اي ام اوليد هاي بتوفر لك ثلاث اشياء. اول شغله انه هي ضد اشعه الشمس او الضوء بعدين بتشوف عادي يعني لو عكس ضوء عليه ضرب ضوء عليه بتشوف عادي. في عندك الشغله الثانيه هي 16 مليون فيها 16 مليون لون عشان لو شغلت فيديو او شغله طلع لك كل الالوان. عندك كمان في الشغله الثالثه انه هي توفير الطاقه. توفير الطاقه بصير زي هيك زي ما شايف انا هلا حاليا عامل توفير الطاقه. توفير الطاقه بيساعدك لو حال انه ضلت البطاريه قليله فيك انت تعمل توفير الطاقه. هلا انت زي ما شايف هلا هتلاقي الضوء صار اقوى كيف لما انت تعمل توفير الطاقه شفت كيف خف اللون عشان يوفر بالطاقه. هلا عندك كمان في زي ما شايف في عندك ثلاث شاشات رئيسيه هاي عشان تحط طابعك الشخصي تاعك. هو اول شاشه زي ما شايف انا حاط فيها هاي الطابع الشخصي تاعي حاط المسجات الميوزك السوشيال نتورك. السوشيال نتورك هو عباره انه فيك تعمل فيه الفيسبوك وتويتر حط الاكونت تاعك. عندك الايميل عندك الصور البلوتوث زي عندك الشاشه الثانيه اللي هي تاعت البزنس في الاوفيس حاط فيه الاوفيس. الاوفيس فيه بيساعدك اشياء كثير اللي هو للبزنس. في عندك اللي هو كويك اوفيس اللي هو فيه ثلاث برامج الوورد والباوربوينت والاكسل فيك انك تعمل مستند جديد او انك تعدل على مستند قديم. في عندك الاف سكيور. الاف سكيور بيساعدك اللي هو بتاع حماية لكن انت بتحط باسورد لو مثلا في حال انه سرق الجهاز انت فهو بده يغير الشريحة لما غير الشريحة حيطلب منه الباسورد لو حطه غلط على طول هو الجهاز بيفصل وبتروح كل المعلومات اللي فيه عشان المعلومات تضل لك انه انت فيك تحفظها عن طريق الكمبيوتر. في عندك البرنامج الثالث اللي هو الميل اوف ميل فور اكستشينج اللي هو الايميل خاص للبزنس ايميل خاص للبزنس. هلا عندك كمان في الشاشه الثالثه اللي هي بتاعت التسليه الترفيه في زي ما شايف انا حاط فيه قنوات سي ان ان ناشونال جيوغرافي جيمز سبورت نيوز زي ما شايف اليوتيوب هول اشياء. في عندك كمان وصله الاتش دي ام اي. هلا نيجي للجهاز مواصفاته نشوف الوصله. هلا هو الوصله حاليا مش موجوده بس حاليا من هنا لا بس انه قصدي نشوف المكان بس ايوه من هنا وصله الاتش دي ام اي هاي انه لو حبيت طالع على التلفزيون تعطيك دقه ووضوح اعلى وسرعه اعلى. في عندك الوصله الثانيه اللي هو وصله اليو اس بي ان ذا جو هاي الوصله تاعت اللابتوب العادي او الكمبيوتر. في عندك بيجي وصله جهاز قطع معها بتحطها بصير فيك تشبك عن طريقه الفلاش ميموري يعني لو انت كنت مره طالع مع ناس في معهم فلاش فيه معلومات انت بدك اياها محتاجها ففيك انت تحط الوصله وتحط الفلاش تشبك الفلاش. في اشياء ثانيه تسلي انه فيك تشبك ماوس روح بتعرف على الماوس فيك كيبورد. في عندك كمان نيجي نحكي للاوفي متجر الاوفي ستور. على متجر الاوفي هذا هو بوابتك لنوكيا هو عباره عن موقع فيه برامج تطبيقات العاب فيلمات اي شيء تحتاجه لجهاز نوكيا. هو في منه 80% 80% من البرامج فري 20% عليها تكلفه. عندك كمان لو حبيت تكتب رساله يجي هاي رساله في عندك ثلاث طرق لكتابة الرسالة. عندك العمودية في عندك الطريقة الثانية اللي هي الأفقية عندك السايد سلايد بيصير عندك كيبورد كامل فيك تكتب فيه. هلا هو وفي عندك الاو في مابس هو الجي بي اس خرائط ملاحة كل شيء بتحتاجه لانه يدلك تحديد موقع
كل شيء موجود. طيب سؤال بالنسبة هو متوفر الآن باللونين ايش؟ متوفر الآن الألوان الألوان تاعت الجهاز أسود وسيلفر. أسود وسيلفر والأسعار هي؟ الأسعار هو في معرض نوكيا 2700 2700 مع عروض شيء؟ حاليا ما عاد عروض، حاليا هو الجهاز 2700 من معرض نوكيا. طيب حبيت أشكرك وأشكرك المقابلة مع تقنية بالأحد. شكرا لك.